عمل تشاركي ممنهج واستراتيجية مبنية على خطة عمل هدفها الارتقاء بجهة فاس مكناس، ووكالة تنفيذ المشاريع بالجهة باتت تلعب دوراً مركزياً ورائداً في مجال التنمية المجالية هنا بمنطقة أغروبوليس مكناس، أحد أهم المشاريع الهامة المصاحبة للمهنيين في الصناعات الفلاحية والمساعدة على الاستثمار في هذا القطاع، وعلى مساحة 4672 متر مربع يتم تشييد وتجهيز وحدة صناعية للتخزين العصري للبصل من أجل تطوير إنتاجه عبر هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه على الصعيد الوطني. إذن هذا المشروع عبارة عن بناء وحدة صناعية عصرية لتخزين وتعبئة البصل بسعة 6000 طن، وهو الأول من نوعه على الصعيد الوطني بجهة فاس مكناس، تحديدا بالمنطقة الصناعية أغروبوليس بمكناس. وهو اختيار استراتيجي باعتبار أن هذه المنطقة تساهم بما يعادل 23% من الإنتاج الوطني للبصل. وكيهدف هذا المشروع على القضاء على الخسائر الناتجة عن التخزين التقليدي، نقل الخبرة والتقنيات الحديثة، وذلك من أجل إعطاء واحد القيمة مضافة لهذا المنتوج. وباسم التعاونية الفلاحية المغربية لمكناس، كنشكر جهة فاس مكناس اللي خصت ميزانية مهمة لبناء أكبر جزء من هذه الوحدة. مشروع تبلغ تكلفته 32 مليون درهم سيضم وحدة لتخزين البصل بسعة تصل إلى 4000 طن مقسمة على 8 حجرات، ووحدة أخرى للتطوير والتكييف على مساحة 1400 متر مربع. كما أن هذا المشروع يضم أيضاً فضاءً لوجستيكياً ومكتباً لمراقبة الجودة. هي تقنية جديدة لتخزين وتطوير إنتاج البصل بأغروبوليس مكناس، ستعتبر طفرة نوعية على صعيد الإنتاج الفلاحي، فهو سيمكن التعاونيات الفلاحية من رفع الإنتاج وتقليص الخسائر التي كانت تطال منتوج البصل بسبب التخزين التقليدي، والذي كان يسبب خسائر تصل نسبتها إلى 30% من إجمالي المحصول. ومن المقرر أيضاً أن تساهم المعدات الحديثة التي ستتعزز بها هذه الوحدة إلى توفير منتوج بجودة عالية قابلة للتصدير بفضل نظام المعايرة والمراقبة. هو إذن تفعيل للعقد المبرم بين الدولة والجهة لتنمية القطاع الفلاحي وأيضاً الرياضي، منبثق من برنامج التنمية الجهوية الداعي إلى وضع تنزيل مشاريع مهيكلة. وكانت البداية بملعب أهم نادي كروي بالحاضرة الإسماعيلية، النادي الرياضي المكناسي. هنا عمل حثيث من أجل استكمال أشغال إعادة تأهيل ملعب لسيغونديل، أشغال خصصت لها ميزانية بلغت 9.7 مليون درهم، وذلك لإعادة تأهيل ملعب كرة القدم المصغرة وأيضاً الملعب الكبير لكرة القدم، وترميم وصيانة فندق اللاعبين وصيانة المساحات الخضراء المحيطة بالملعب. والهدف هو تعزيز الفضاءات الاجتماعية ذات الطابع الرياضي، كل هذا على مساحة هكتار واحد. رافعة التنمية متواصلة بأشغال أخرى بالعاصمة العلمية فاس، هنا وبملعب السعديين الذي يعتبر من أقدم ملاعب المدينة الخاص بكرة القدم، تجديد وإعادة لإحياء ذاكرة رياضية لها مكانة خاصة لدى الساكنة. المشروع خصصت له ميزانية قدرت ب 6.32 مليون درهم، ستشمل تأهيل ملعب كرة القدم وتأثيثه بالعشب الاصطناعي، وتجديد أرضية ملعب كرة السلة، وأيضا إنشاء حدائق صغيرة على جنبات الملاعب وبالمدخل الرئيسي للملعب ككل. فضاء رياضي ستستفيد منه الفرق الرياضية التابعة للعصبة المزاولة لكرة القدم أو كرة السلة وكرة الطائرة، وأيضاً الجمعيات المؤهلة والتابعة للعصبة المغربية،
ما سيمكن من خلق انتعاش رياضية بتنظيم دوريات وتظاهرات بمدينة فاس، ناهيك عن سد الخصاص الذي تعاني منه العاصمة العلمية فيما يتعلق بملاعب القرب. هي لبنات التأهيل والتنمية التي تهدف بالأساس إلى تلبية حاجيات ساكنة الجهة ككل وفي كل المجالات الحيوية.